أهلا بكم، لعبة جديدة وفيديو جديد. اليوم سنحاول قيادة الحافلة واجتياز العقبات والسير على المسارات الصعبة. اخترنا هذه الحافلة الرائعة، هناك عدة ألوان: الأزرق، الأخضر والأحمر، ولكن نحن سوف نختار اللون الأخضر، لون جميل. هنا هذه المرحلة الثالثة من هذه اللعبة، سنحاول اجتيازها والوصول إلى خط النهاية مع هذه الحافلة الرائعة والجميلة. أصدقائي، ربط هذه اللعبة كالعادة سيكون في الوصف لكل من يريد تحميل هذه اللعبة، ما عليه سوى الذهاب إلى صندوق الوصف والضغط على رابط التحميل. أيضا نذكركم دعمكم يساعدنا على الاستمرار وتقديم الأفضل. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نحاول تقديم أفضل الألعاب ونقوم بتجريبها. إذن الآن سنحاول اجتياز كما قلنا هذه المرحلة. نستطيع قيادة الحافلة بعدة مناظير وهذه إحداها. هنا هذا النفق الكبير، القيادة داخل هذا النفق تبدو سهلة، ولكن العقبات ستظهر أمامنا كلما تقدمنا في هذه المرحلة. يا إلهي، هذه المظلة تساعدنا على الهبوط بشكل أفضل، وتبدو الحافلة من بعيد بمنظر رائع. هنا علينا الانتباه لكي لا نسقط في هذا البحر الكبير. إن سقطنا سنعود ونرجع من البداية. اليوم جربنا هذه الحافلة، وفي المراحل القادمة سنختار حافلة أخرى. ما رأيكم؟ هذه عقبة من هذه العقبات، سنحاول اجتيازها أيضا. حسنا، نتمنى أن لا نسقط هنا. علينا التقدم. وصلنا إلى مرحلة متقدمة. إذن هذه الشفرات تستطيع قص هذه الحافلة إلى نصفين، ولكن سنحاول المرور. أجل، نجحنا بالمرور واستطعنا التخلص من هاتين الشفرتين الكبيرتين. هيا بنا لنكمل الطريق ونصل إلى خط النهاية سويا. هنا تبدو هذه الصناديق الكبيرة ذات منظر رائع وألوان متعددة. هنا اللون الأحمر، لون حافلتنا الأخضر. إذن هنا يجب علينا الانتباه. حسنا، لقد وصلنا بنجاح. يا إلهي، تزداد صعوبة. هنا علينا اجتياز هذه الشفرات بنجاح كبير لكي، يا إلهي، إن اصطدمت فينا. حسنا، أظن أننا سقطنا. يا إلهي، لقد سقطنا. علينا الانتباه والحذر والمرور بشكل أسرع. نجتاز الأولى والثانية ونكمل الطريق على نفس المنوال، ولقد اجتزنا هذه الشفرة. هنا تبدو وتكمن الصعوبة. يا إلهي، اجتزنا أولى هذه العقبات الصعبة. علينا أن نجتاز الثانية، ومن ثم نكون قد وصلنا إلى خط النهاية. يا إلهي، لقد لعب الحظ معنا بشكل كبير. كدنا نسقط، ولكن علينا الرجوع إلى الخلف والتقدم بسرعة عالية لاجتياز هذه العقبة الأخيرة والأصعب. سنرجع إلى الوراء قليلا. علينا التركيز ومعرفة الوقت المناسب للقفز عاليا من فوق هذه العقبة الصعبة. إذن الآن هيا بنا. حسنا، يا إلهي، لقد استطعنا اجتيازها بنجاح ونكون قد وصلنا تقريبا إلى خط النهاية.
ما رأيكم كيف تبدو هذه الحافلة؟ هي رائعة. في الفيديوهات القادمة سنحاول تجريب حافلة أخرى، أو سنحاول اللعب في هذه الحافلة ولكن بلون آخر. أما الآن سنذهب إلى خط النهاية وإلى إكمال هذه المرحلة والانتقال إلى المرحلة التي تليها، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.